السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا الإهانة والعقدة، الصحافة المغرب تنفجر غضبا بعد صبع حسن شحاتة لشيبي. الأهلي يكبح جمحه أمام المغاربة، يعني شو كيفاش وين وصلت الامور. لازم بصح لازم المغاربه ما يسكتوش على هذه الاهانه، هذه راهي اهانه كبيره لهم. وشاهدنا كاين بزاف قال لك لا خدعه بكف، خدعه بسبعه، قلبوا قسم له بيهدر معاه ضربها بسبعه، يعني ضربها بسبعه. هذه الجايح، هذا جايح على بالكم، هذا الشحات هذا اكبر جايح، أكبر جايح على بالك. وهذيك الصورة تاع اللي راح ولعبة يسلم عليه، هذيك مخدومة برك، مي شافوا الدعوة انتشرت لعبة جايح. شي راجل هذا قاعد تضرب واحد على بالك، تضرب واحد براني عندك في الدار، راه براني عندك في الدار، هذاك في دارك تضربو، تضرب واحد براني عندك في الدار، ما تضربش واحد براني، عمرك لا تضرب براني. راني قال ما يضربش وما يحقرش، خاش والدو ليام تلاقى به، كامل تلاقى به مالك اصاحبي. من سلط الموقع والصحف المغربية الضوء على السلوك الغير رياضية والغير الأخلاقية ونقص التربية، والذي بدر من حسن شحاتة اللعاب فريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد محمد شيبي مدافع نادي المصري بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد. واستضاف يعني النادي الأهلي نظيره، استضاف نادي المصري نظيره الأهلي على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسة البطولة الدور المصري الممتاز، وفاز السموي على المارد الأحمر بثلاثية دون رد. وشهدت المباراة الأهلي اندلاع أزمة بعد إطلاق الحكم صفارة نهائية، حيث وجه حسين شحاتة السب يعني سبب الى شيبي وصفعه على وجهه امام الجميع. يعني والله لا راه عندي فيديو، والله باب احترام، والله احترام لخوتنا المغاربه، والله لا احترام ليهم، والله ما باغي ندير هما الفيديو، والله لا راه عندي، اقسم لكم بالله والله ما بغيت نديره، والله ما بغيت نديره. هاي هاي تي تي على على طبعا سمعت على بالك، شو جايح جايح ها ولي كي كي على على جايح على بالك. قسم بالله هاي لو راهي، هاي لو راهي، والله لا شوف داير حسابو بيهدر معاه، داير حسابو بيهدر معاه، لكن هو جايح، لكن هذاك المصري جايح، عيبة، كره بنادم كيما هكا انا. والله جايح 100%، بالك ضربه لي طاهر وتاع حقد على بالك، سقر وضربه كلب بشي راجل، خدعه والله لا خدعه. خدعة على بالك، جايح هنا كره بنادم، جايح هنا كيما هكا بالك، والله نكرهها، كرهتها على بالك.
وإن شاهدت لحظة اعتداء حسن شحات على محمد شيبي وصبع على وجهه، واعتذر حسين شحات لمحمد شيبي عن التصرف الذي بدر منه في نفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس وبدر بتقبيل رأس اللعاب المغربي. كيف تناولت الصحافة المغربية واقعة اعتداء حسن شحات على محمد؟ إهانة وعقدة. وشن موقع البطولة المغربية هجوم حاد على اللعاب النادي الأهلي في تقرير بعنوان صبعة شحات للشيبي بين الإهانة، يعني بين الإهانة والعقدة. رغم اعتذار فلماذا لا يقبل الأهلي المصري الهزيمة أمام كل ما هو مغربي، مشددين على أن تصرف اللاعبين مارد الأحمر تجاه المغاربة أمر متكرر في الفترة الأخيرة. لازم تزعرهم الخلطة. وذكر الموقع أن الأهلي جدد تساؤل حول تصرف الرياضي تجاه كل ما هو مغربي، وهذا المرة بلقطة لا أخلاقية من لاعب حسين شحات قليل التربية من بعد صفعه لمحمد شحات الذي كان يعني كان مأمن فيه، الذي كان يحتفل مع زملائه بانتصار كبير على الأحمر. وأشار إلى أن اللقطة شحات تواصل إثارة تساؤلات حول أحقية الأهلي بالدعم الذي يلقاه من مصر والاتحاد الإفريقي، خصوص أن الفريق لا يكبح جمحه في إثارة تصرفات لا رياضية في كل مرة يلتقي فيها بخصوم مغاربة حسب التقارير. على بالك بلي المغرب على الأهلي مصاروة، يعني واحد يقول لك مثل جهة وزن طين وجهة شح، جهة شحم. على بالك الإعلام كذا ربنا حكوا صارت صارت الزمالك ولا يعني أي نادي مصري كرة صار لهون، لكن وين الأهلي وين يتلقى دعم يعني ما لا نظير له، يعني ممنوع تهدر في الأهلي. وأشار إلى أن لقطة شحاتة تواصل إثارة، وشدد على أن الأهلي سبق وأن سجل العديد من حالات لا رياضية خصوص حينما يمني الفريق بالهزيمة، ولعل أبرزها لقطة عماد متعب في نهائي دور أبطال 2017 مع الحاكم، وأيضا مشهد رامي عمرو سويلة لميدالية فضية في نهائي أمام الوداد، والتي أشار بشكل واضح إلى عدم اتسام لاعبي الأهلي بالروح الرياضية ولا الاحترام للكاب. اعتداء لفظي وجسدي. سلطت صحيفة يعني الضوء على الواقع بالإشارة إلى الشكاوي ضد حسين شحاتة بعد اعتدائه اللفظي والجسدي على محمد شيبي. فابتسمت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها هاني سعيد مدير رياضي. لا يكفي هذا، لا لا لازم عقوبة قاسية. هذه لقطة على بالك عند لي زورو كي والله ما يفوتوا له كاع. فينيسيوس تاع البرازيل غير عايروه، دخل رئيس مع رئيس، داروا نظموا مباراه، اللاعب قعد في المنصه الشرفيه مع بيريز، الناس كاع الصحافه الهوساري. وانت حاسه تضرب واحد بسبعه، وانت حاسه تضرب واحد بسبعه على الشيطان، وضربه تاع راسيزما والله لا راسيزما. وين جيت تحس باللي جيوحية؟ ليش أنا والله لا جيوحية، ليش أنا على هاك عيب. هذه كما تفرح لهاش، هذه عمر لش الناس كاللي فرحانين قال لك ضربة. يا ودي عمر لا تفرح الواحد ينضرب جامي. جامي تضرب، عمرك لا تضرب واحد عيب. والله لا عيب تضرب واحد، ماشي جاية كاع. والله راني نشوف فيها والله لا عيب على بالك. يدير غير قليل التربية، هذه قليل التربية يديرها على بالك. يدير الجايح برك هذا السؤال يديرهم جياح. راجل والله ما يديرها كاع. أنا نقول لكم والله ما يديرها الراجل.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي يمشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظنا ويحفظنا ويحفظنا.